هيا بنا نخرج في الدنيا سعيدة وجمال الوقت لا بقول لمن يعيد. هيا نذهب بسرعة مشتاقا نذهب نسرع، لا يوجد أحلى وأبهى منك يا بخير. اول شيء يا احلى متابعين، قررنا نفاجئكم شيء حلو مره وقالت انكم نسويها. وش يا حسام؟ تفضل. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. بمناسبه هذا العيد حبينا نفرح المتابعين، انا وراكان وسعود ونواف، حبينا نسوي لكم هديه جدا جميله وبسيطه ونسعدكم. اي والله في مناسبه هذا العيد ودنا نفرح كلنا. مناسبه هذا العيد ابيكم تكتبون كل عام وانتم بخير والله يسعدكم يا رب. وش تقول لهم؟ وانا حاب اعيد على متابعينا اساطير المبدعين، كل عام وانتم بخير والله يدوم علينا الاخوه والمحبه. الله الله الله. بمناسبه العيد كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم الفايزين. يا سلام. وبمناسبه العيد الجميل نبيكم توصلون اللايكات حلوه عشان العيد، فاجئونا نبغى رقم اسطوري. يا سلام. واليوم راح نسعدكم، انا وراكان ونواف سعود شرينا هدايا جميلة جدا بتشوفونها اليوم وبنرتبها سوا معكم مع بعض. ايوه صدقوني الكل راح يربح، الكل راح يفوز، لكن ارسل رسالة حلم وراح تفوز. وين صدى الملاعب؟ فلوس زي ما تشوفون. الله 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 الله. ماني ماني ماني. الله الله. لا لا نواف رجعها، كل شيء ذا للمتابعين، كل شيء ذا للمتابعين. راح نرتب بي سي بيلعب علينا. لا نواف نواف الفلوس كلها ترجعها الحين. وزي ما تشوفون هذه الحلويات راح نوزعها الحين واحدة واحدة بشيء جميل وجميل جدا. واضح ان عندك شيء برومو هي قصدي. كفو كفو، يلا شطار ابطال، يلا مين اسرع؟ مين البطل؟ مين القوي؟ اقول تعال ضبط معنا بس. تعال ضبط معنا جد. انا مصور. يدي جبست. ومصور ما يسوي شيء. انا اليوم شايف مع اخوياك. حلو. شايفكم في البيت، سلمت عليكم وكل شيء. طلعتوا في الشارع. دقيقة، انا عندي سؤال مهم. يوم طلعوا كلهم كبر بعض، يعني يمكن نواف اصغر، سعود اصغرهم. سعود دقيقة سعود وين راح؟ راح آخر الشارع. يوم راح يوصلهم بيوتهم. لا لا والله، هو قال
لا يعني انت لا لا هو قال خل نروح المسجد ايه خلاص عشان هو بيت بعد بعيد عن المسجد ايه ودي المسجد حكم اوه مو بعد المسجد انا حسبتك راح تحرسهم ليش يحرسهم ما لي فايده طبعا ما شاء الله خلصنا قاعدين نوزع الحين دقيقه وريهم الاشياء اللي قاعدين نوزع ناظره شوفوا دقيقه شوي شوف ما شاء الله هنا وهنا وهنا وناظروا انواع هذه البنات وهنا عيال وغير كذا كامل ها شوف ما شاء الله ما شاء الله تقريبا 100 حبه بالاقل والله اكثر بالكثير 700 حبه جد 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 الدفعه الثانيه بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ناظر كلها يلا يلا خلصنا ما شاء الله ما شاء الله شفتوا شوف ما شاء الله ما شاء الله زبدة احنا بدينا من العصر والحين الساعة 1 تونا نخلص 41 دقيقة فأتوقع ما راح يمدينا للأسف والله شوف حتى ركان نفس فإن شاء الله بإذن الله راح نلقى حد في الحدائق بإذن الله لأنه والله سامحونا سوينا كل اللي علينا والوقت أخر مرة بس إن شاء الله بإذن الله راح نلقى تونا واصلين وطبعا الحديقة إن شاء الله نحصل فيها أشخاص وزعلهم فاضية مرة شوفوا والله العظيم بس الناس ترويح كلها إن شاء الله يمدينا عليهم تعال أول واحد السلام عليكم تعال نعطيك حلو تعال خلنا نزعلهم عطهم أي واحد يلا عط أي واحد يلا عطهم كلهم في هدايا البنات وفي هدايا للعيال هدايا يلا كل عام وانتم بخير خذ أي شيء خذ اللي تبغى تعال بابا خذ هدية تعال عفوا تستاهلون حلو الله انا صورت معك بالحديقه صح اتوقع والله ما ادري عطى عطى حلاوه خذي حلاوه ساره خذي حلاوه خذي حلاوه خذي شريها هديه ايوه شكرا يعطيكم العافيه سبسكرايب وما ادري وش كاب وش تقول احنا حلوين باي وصف يلا لا تنسون اللايك والسبسكرايب ابشر ابشر خلاص تعرفنا ولا ما تعرفنا تعرفنا خذ هدية وخذ تعال وخذ هذه عيدية يلا كل عام وانتم بخير سيفون انا وجه بس يلا شكلهم مستحي ما لهم هذا عيد تفضل هذا 10 وهذا مدير 10 شكرا يلا مع السلامه مدير يلا خذ هدية خذوا هديه يلا خذوا اثنين يلا ايوه انت واحد ويلا انت واحده خذي عطى بنت ايوه خذها بنت الله يلا الله يحفظهم يلا ما لو قدامنا يلا سلامه سلام شكرا الله يلا يستاهلون جيت انا اعطيك نفس ايه تعال خذ هذه عيديه برضه تفضل عفوا خذ حلاوه خذ عطى 10 خذ ايوه خذ يلا بعد ها هذه فلوس الله يحفظك شكرا نحبك مرة واحنا نحبك يا اخي انا احبكم اعطيكم الرز كل شيء كفو والله الحمد لله خلصنا دفعه باقي بس باقي والله شوفكم فبنعبي الحين بنعبي ونوزع بنوزع انا عضلت مكان ثاني والله ما قصرتوا خلنا نلحق هذيك في حديقه مليانه يلا طبعا نسينا نوزع لهم فلوس يستاهلون منهم خواتك ولا اخوانك اخوك ايه اخوي وبنت خالتي يلا الله يحفظهم مع السلامه مع السلامه الزبده طفوا اللمبات ولعنا الفلاشات شوفوا طفوا لمبات الحديقه جبلنا الحين ركان عادي وين راح يكون ما في فول مش ما في مطاعم؟ ما في مطاعم. العفو. يلا كل عام وانت بخير. يا سلام. يلا كل عام وانت بخير. مدامك كبير تفضل هذه عيدية تفضل. مبروك. يا. الله يسلمك حتى البنات يستاهلون كلهم. الله يسلمك الغالي.
وانت خذي 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 عطى عطى ولا ايوه بنت خذ انت عشان الكبير تستاهل يلا حتى الصغير عطى حتى الصغير حتى الصغيره برضه تستاهل ايه. تعالي خذي ها خذي 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 ما عليك يا معك يلا الله يحفظك يا رب يعطيكم العافيه امين يا رب هلا والله كيف حالك سك طيب سك مرتاح والله الحمد لله تمام يا الغالي معليش بس عندك اخوانك ايه كم هم اخواني ثلاثة ايه بالله عطهم عشان يشوفونا الله يجزاكم خير هذه عشان العيد ثلاث الله يجزاكم خير يستاهلون ايوه عساكم على القوة الله يجزاك خير والله ترى عندك الله يخليك ان شاء الله نتشرف فيك الله يسعدك ركان تو يطلب لنا مطعم يلا لقينا مطعم ورا ما تدخل بخشمي يا الله لقينا مطعم ركان قل لهم الساعة كم الحين كم باقي على الفطور شوفوا الساعة الساعة 2:36 يعني باقي تقريبا أقل من ساعة يعني 40 دقيقة والعيال والله مواصلين ها والله العظيم منكم كفو كفو كلكم وعندنا تصوير الصبح مقطعين عندنا تصوير الصبح مقطعين عندنا بنكمل هذا المقطع العيديات وبرضه راح نكمل لأننا بنسافر راح نسافر من بيسافر معنا بيسافر معنا نواف في ناس نواف. يعني في ناس تفكيرهم في ناس تفكيرهم والله العظيم وهم غلطانين يحسبون أن التصوير سهل احنا بس نصوره بسرعه وما نتعب بس نصوره ومنتج احنا انت والله اليوم نص صراحه بالتصوير من متى طالعين من العصر والله من العصر الى الحين السحور وباقي لنا بعد حتى كان نواف عنده لعب وسعود عنده لعب ما لعبوا الحين اليوم كامل ملعبه ليش بتكذب يا وليد فكان عوضهم عوضهم بستور وشي يا شيخ والله يبطون عظم والله ما نجحنا ستور لهم كل شوي دافعين سلام حبايبي السلام عليكم شوف الصباح الان والله دخنا والله دخنا بس حطيناها نومه احنا حطينا براسنا شيء لازم نسويه والله شوف الصبح الحين والله فينا نوم العيديات يا قلبي والله تستاهلون من اللي نام تو مين انت واضح من صوتك والله اني نمت نومه كلمه يا ركان توجهها للجمهور اول شيء والله لا تفطرون صدق انا بنعطيكم عديات بس ما تفطرون اوه صح نعم انتم بخير هذه حلاوه يلا يا بطل حلاوه حلاوه يلا شوف 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 اختك شوف اختك يلا الله عطها اللعبه الله الله حلاوه ايه الله يحفظها يا رب يلا معليش يا زاد الله يعطيك العافيه شكرا بس لا تفطرون لا تفطرون الحين اوه هلالي كفو تستاهلون تستاهلون كل عام وانتم بخير يا هلا درك صاحب شيء هذا البطل ما ننسى اخته الله يخليه عليك كفو الله يخليه عليك كفو ايوه باقي هذا واحد هنا يلا شكرا شكرا كل عام وانتم بخير الله يجزاكم خير الله يكتب اجركم اسعدتوا الابطال الصغار نشوف بسمتهم ونشوف ايضا الله يجيكم والله هذا الشيء اللي اسعدنا الصراحه نشوف بسمتهم المتابعين الله بس الله يعطيكم العافيه والله ما قصرتم يا ابطال ما سوينا شيء هذا قشال حقكم كفو والله يا سعود وهذا انتم فخر لنا وللجيل اللي بعدنا واللي بعدنا يعني راح يشوفون اذا انتم متوا راح يشوفون الاجيال اللي بعدكم ويدعوا لكم امين وانت حلو لانك هلالي كفو الله يحفظهم يا رب ابغى اسال الهدايا كلهم يستاهلون هذا يطلع بعد بيجي الله يحفظك يا رب تلقون معليش بس عشان نوزع لهم هذول عيديات لنا خذ هلا 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 كيف الحال طيب؟ يا هلا والله كيف حالك؟ انت مرتاح وانت بخير الله يسعدك السلام عليكم اهلا ان شاء الله على اليوتيوب ركان سليمان ان شاء الله حياك الله يا الله والله ما خذ عطر يلا تعال السلام عليكم يا هلا مرحبا يا هلا والله شغلات مشهور واحد مشاهير والله اخر عيديه تفضل سم انتظرنا عشان فهد حياك هذه عيديه من قناه الميم يا طويل العمر
واخر 10 اخر 10 معانا هذه اخر 10 يستاهلها قلنا ننتظر لما يجي. الله يعطيك العافيه على راسي تسلم والله يكرمك. الله يعطيكم العافيه الله يخليك ان شاء الله. لا والله بالعكس والله هذا الشرف لنا. الله يرحم لي والديك يا ابو راسي. يقول اخر مره يوم متى يوم مرسل صلي يوم قديم. لا لا خله 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 لا 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 عندك خالتك عندك اي حد يلا عاشقين ما في هديه ثانيه مسوي انتم تستاهلون. الله يسعدكم ان شاء الله سعيد الله يرحمه. وطبعا كذا وصلنا لنهايه الفلوق ان شاء الله نال اعجابكم وكل عام وانتم بخير. نعيد ونكرر يا احلى متابعين وبس ان شاء الله والله العظيم اني انبسطت يوم شفت متابعيني بس انا هذا اللي جتني سعاده يوم شفتكم وصورنا معكم واهديناكم هدايا بسيطه. يا سلام يا سلام الله يعطيكم الف عافيه ومشكورين صراحه ومشكور ركان ونواف وسعود الله يستاهلون فانكم اسعدتوا المتابعين وان شاء الله الجايات افضل افضل باذن الله ان شاء الله. طبعا ودي اقول لكم شيء يا طويل العمر عندي طلب اتمنى انكم توقفون معي اوكي. طبعا زي ما تشوفون قناه النينكم متنوعه عندنا افلام اللي هي قناه سكتشي تحت برضو بالوصف وعندنا قناة ننزل فيها كواليس هذا كل شيء وموجودة تحت وعندنا قناة أخوي عبد الله برضو ينزل له مقاطع زي كذا ونواف الآن ما شاء الله نبارك له شيء صار جيمينج يعني محبين الجيمينج ويروحون لمنواف وروحوا وشوفوا لعبة وشوفوا شلون ينزل يعني حق الجيمينج يروحون لنواف شوفوا والله العظيم مو عشان نواف إنه خوينا ومعنا أقسم بالله قناة جدا بطلة العاب قويه صراحه انا اشوفها من افضل ناس فورتنايت فوصلوه من كل يوم نظرة كل مقاطع يا سلام. الحين وش نبيكم نبيكم توصلونه 100,000 ما بقى له شيء على 100,000 يلا نبي اليوم نوصل 100,000 نبغى الدرع ال 100,000 نبغى قنواتنا كل شيء تستحل للعالم كل شيء عندنا جيمنج وعندنا كواليس وعندنا افلام وعندنا قناه منوعه مقالب وكل شيء موجود في قناه النينكم يا سلام. يلا على طول وجهوا الحساب انا بقول كله في الديسكربشن اوكي كل شيء موجود في الديسكربشن قنواتنا وحساباتنا برضه في الانستغرام اتمنى انكم تشرفونا وتشوفون يومياتنا وبس يعطيكم الف الف عافيه. بس ودي اقول لكم بعد شيء ثاني اللي هو راح نحط لكم افضل تاجين حطونا في الانستغرام يستاهلون الدعم نحط لهم هنا حساباتهم فاذا ودك تشارك صور الشاشه وحط لنا تاج في الانستغرام يا سلام وما تدري يمكن تفوز بحلقات الجايه باذن الله وافضل تعليقين في اليوتيوب. والله يعطيكم الف عافيه ويوفقكم يا رب. ونواف تقول شيء في القناه شيء زي ما قلنا لكم اذا وصلنا 3,400,000 راح نعطيكم هديه يا سلام, يا سلام. بإذن الله راح نشترك قربنا اشتركوا اشتركوا يا سلام وشكرا لكم الله يعطيكم ألف عافية. تفضل ركب تقول شيء. لا والله بس أنا أبغى منكم بس اشتراكات ونفس ما قلت لكم الدعم بس يعطيكم ألف عافية إن شاء الله نراكم حلقة وكل عام وأنتم بخير وليلة سعيدة بالعيد وإن شاء الله تستمتعون بالعيد وعيدنا مع أهلنا أحلى أحلى شكرا.